جميع المسلمين مهتمون بالمسجد الأقصى المبارك، ولكن ما نلاحظه هو أن العواطف تتغلب على المعرفة، وأن المشاعر الفياضة تتغلب على الأفكار، ولكن لابد من علاج هذه الظاهرة. الحرب على العقل، الحرب الفكرية والثقافية والحضارية والمعرفية أهم وأخطر أنواع الحروب، وتحسم أخيراً بالصراع المادي. لكن قبل الصراع المادي تدور راح الحروب هنا في العقول، في النفوس، في الإرادات، في العزائم، في الأخلاق. الجهل بفلسطين عدو خطير، الجهل بالأقصى وخطورة هذا العدو على مقدساتنا خطير جدا. فالمشروع المعرفي هو يركز على صناعة الحدث، صناعة المعلومة، ولا يركز على تكرار المعلومة. فكثير من النظريات وكثير من المعلومات التي تعامل معها المشروع المعرفي قام بإعادة دراستها وإعادة تمحيصها وخرج بنتائج علمية وأكاديمية وبحثية يشهد لها الكثير. رأينا على أننا نتخصص في الجانب المعرفي، ولكن نتكامل به مع المسارات الأخرى التي تعمل لقضية بيت المقدس، وألا نتنافر معها حتى نسير جميعا في جميع المسارات إلى تحرير بيت المقدس بإذن الله تبارك وتعالى. البداية للمشروع المعرفي قبل ربع قرن في عام 1990 من مركز البركة من المسجد الأقصى، وأنتجنا في ذلك الوقت مجموعة من الأفلام. كانت طبيعة الحال الأفلام ليس كزماننا هذا، بإمكانيات متواضعة، وأنتجت بكنوز المسجد الأقصى، وكان يتم التدريس على مصطبة مدخل التسوية الشرقية للمسجد الأقصى المبارك. هذا المكان الذي أطلق عليه إخوانكم مصطبة مسار بيت المقدس عبر التاريخ، والتقينا به على مدار الأيام وأنجزنا به هذا المسار. من هذه البقعة المباركة انطلق المشروع المعرفي لبيت المقدس، وقد ابتدأه الدكتور عبد الفتاح العويسي عام 1992 بمحاضراته من على هذه المنصة من أجل نشر المعرفة والعلوم حول تاريخ هذا المكان وأهميته. فلسفة المشروع التي اعتمدناه منذ الانطلاق في عام 1994 من لندن هو أنه لا شيء مستحيل، واتبعنا منهجية التدرج في الخطوات، أي أننا لأن هنالك فراغ في الجانب المعرفي، فأردنا أن نمر بمرحلة مرحلة ولا نقفز عن مرحلة قبل مرحلة أخرى. فهذه كانت المنهجية، والسياسات التي اتبعها المشروع منذ انطلاقته في عام 1994 تتمثل في التخصص والتكامل. بعد أن تم تأسيس المشروع في بريطانيا واعتماده بداية في بريطانيا من جامعة أبرتي دندي على مستوى الماجستير والدكتوراه، ثم بعد ذلك أعرق الجامعات البريطانية جامعة أبردين عندما اعتمدت تدريس دراسات بيت المقدس على مستوى الماجستير والدكتوراه، فكان لابد من توفير عدد من المنح الدراسية التي أنتجت لنا لا يقل عن 30 أو إلى 35 حامل ماجستير ودكتوراه. الدكتوراه حوالي 11 رسالة دكتوراه كتبت في جامعة أبرتي دندي أو في جامعة أبردين. المؤتمرات العلمية التي انطلق أول مؤتمر في جامعة لندن بحضور العلامة الدكتور شيخ يوسف القرضاوي، وأيضا شيخ الأقصى الشيخ رائد صلاح في عام 1997 كانت الانطلاقة لأول مؤتمر.
فعاليات المشروع المعرفي بدأت بإنشاء مجمع دراسات بيت المقدس في بريطانيا سنة 94، ومن ثم البدء بالمؤتمر السنوي الدولي لدراسات بيت المقدس في جامعة لندن، ومن ثم مجلة دراسات بيت المقدس، أول مجلة متخصصة في دراسات بيت المقدس في العالم محكمة، والمنح الدراسية لطلبة دراسات بيت المقدس، إنشاء مراكز للبحوث ومراكز متخصصة في دراسات بيت المقدس في أوروبا ومن ثم في العالم الإسلامي. مركز التميز في دراسات بيت المقدس، أول مركز يتخصص في دراسات بيت المقدس في العالم الإسلامي، تم إنشاؤه في ماليزيا في جامعة شمال ماليزيا لدراسات بيت المقدس، ويتخصص هذا المركز في إعطاء الماجستير والدكتوراه في دراسات بيت المقدس في كل العالم الإسلامي. هذا المعهد هو أول معهد لدراسات بيت المقدس في العالم الإسلامي وفي آسيا، وأسس منذ سنة 2014. نركز الآن إلى البرامج الأكاديمية وتحصيل البحث العلمي. أقف الآن من أمام قبة يوسف، أي في صحن في الجهة الجنوبية لصحن قبة الصخرة، عن يميني البائكة الجنوبية وعن يساري القبة النحوية. بالنسبة لنظام التعليم عن بعد، أرى أنه قد فتح لي فسحة ومجالا لم أكن لأحصل عليها لولا هذه النافذة. وجدت أن دبلوم بيت المقدس كان نافذة من خلالها أرى طلاب متعلقين ومحبين لبيت المقدس وللمسجد الأقصى خارج فلسطين. لم أكن أتوقع هذا الارتباط العظيم بهذا المكان. أي طالب حول العالم يريد أن يتخصص أو يدرس دبلوم بيت المقدس اللي هو على ثلاثة فصول، يستطيع أن يدرسه عن بعد، يدخل على صفحة المشروع المعرفي ويسجل في هذا الدبلوم، والدراسة عادة تبدأ في 1/9 من كل عام. التحاقي بدبلوم دراسات بيت المقدس أثرى إلى معارفي الكثير وذخيرتي العلمية الكثير من خلال دراستي لمساقات بيت المقدس الأربعة السابقة خلال السنة الأولى. ارتبطت أكثر بمعالم المسجد الأقصى وتعرفت عليها جميعها بعد أن درسناها مع الدكتورة نور أبو عصب حفظها الله ورعاها. الهدف من هذه الدورات والهدف من الدبلوم هو إعطاء الأرضية الصلبة المبنية على بحوث أكاديمية وأساس علمي دقيق، تعطي المعلومات الصحيحة عن بيت المقدس من خلال الدراسات التي أقيمت عن بيت المقدس. معظم الأبحاث، العدد الكبير من الأبحاث العربية والإسلامية تركز على الجانب العاطفي أو جانب رد الفعل، أما عن الأبحاث التي يعني تمتاز بالرصانة وبالقوة وبالنواحي الأكاديمية المميزة فهناك افتقار فيها. السبب في ذلك برأيي هنالك أسباب عديدة، ولكن أهم سبب يعود إلى سيطرة المؤسسة العسكرية والسياسية على مصادر المعلومات. معظم الباحثين في مجال العمارة والآثار هم على ارتباط وثيق إما بالمؤسسة العسكرية أو بالمؤسسة السياسية الإسرائيلية. أي تقييم مصادر المعلومات التي تحدثت عن المسجد الأقصى؟ محاولة لتفنيد الحقائق واكتشاف الهويات. المستشرقين والأكاديميين الصهاينة كتبوا في كل شاردة وواردة تتعلق ببيت المقدس، وطبيعة الحال هذا جزء من سياستهم وإعطاء دولتهم شرعية تاريخية في هذا الجانب وفي هذا المجال، وكانوا هم جزء من مشروع سياسي لدولة العدو الصهيوني. وجدنا على أن
الكتابات في الجانب العربي والإسلامي تنقصها المنهجية والمعرفة الحقيقية. فكان لابد من أن تكون نشاطاتنا أن تسد هذه المعرفة، فكان هدفنا هو تصنيع المعرفة وتصنيع الرواد الذين سيقودوا العمل المعرفي. وقف المشروع المعرفي لبيت المقدس في تركيا تم إنشاؤه هذه في سنة 2015 كمؤسسة تركية وكوقف خيري تركي يكون هو المركز للعمل في العالم الإسلامي عموما. سيكون الوقف هذا هو الذي سيعمل على نشر المشروع المعرفي في العالم الإسلامي خلال 20 سنة القادمة. كل الفعاليات التي كان يقوم عليها المشروع من مؤتمرات ومجلات ودبلوم وغيرها من الأمور سيكون الوقف هنا في تركيا هو المسؤول عنها. لا شك أن الإعداد المعرفي الجيد هو الإعداد الذي يقوم على تأهيل الدارسين أو الباحثين في مجال بيت المقدس معرفيا حتى يقودوا هذا التغيير ويقودوا هذا التحرير. ثم لا يسعنا إلا أن نقدم شكرنا إلى الدكتور عبد الفتاح العويسي وجميع الإخوة العاملين معه الذين يقومون بهذا الدور الإسلامي الكريم لنصرة أهم قضية في حياة المسلمين، ونحيي الإخوة الذين يعملون معه في هذا المشروع الكريم المبارك المشهود له في السماء والأرض. المعرفة تقود التغيير والتحرير. المعرفة تقود التغيير والتحرير. نادي أرضا بها المكرمات ورايتنا رفرفت في السماء، رأيت الهلال كطير ينادي ويحمل أشواقنا للقاء، ونجم أتاني بوعد لأني رسمت النضال.